السلام عليكم احلى متتبعين ومتتبعات، كنقول لكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم بنات امجاد. اليوم ان شاء الله غد قدمت لكم حليوه تحت طلبكم، سهله مهله كتجي بنينه لذيذه لذيذه، صدقوني، بكريمه الجبن وكريمه شونتي، واي وحده ما عمرها ما دارت لاجينواز غادي تصدق معها بهالطريقه ديالي. فكنقول لكم فرجه ممتعه. هنا كما كتشوفوا معايا الغزاله ديالي، كنحتاج 4 البيضات و125 سكر سنيده و125 غرام ديال الدقيق، يكون قد قد اوفاني، تقدر ديروا ساشي، تقدر ديروا سائل، انا كيعجبني ندير سائل. هنا غادي مع قبيسه الملح و125 غرام ديال السكر سنيده مع الفاني، غنطرهم انا اليوم في الفاتور ديال العجانه، ماشي بطل ان عندي حوايج اخرين كنقضي فيهم. وهاد الحلوه صدقوني كتجي رائعه، وهاد لاجينواز معتمده عندي، كنستعملها في لاجينواز الكبار، الروليف، اي جنوات كتجي ناجحه البنات وكتجي اسفنجيه. غادي نطربوا البنات حتى كيتضاعف لنا الخليط ديالو. هنا الفيتاس راه مطلعه حتى لاقصى درجه، عفوا هنا غندير ربعه وفي الاخر غنطلعو في اقصى درجه. هنا كما كتشوفوا معايا هو بدا كيتضاعف ليا الخليط، كتجي مهويه وكتجي اسفنجيه. هنا كما كتشوفوا مع حبيباتي، شوفوا الكريم ديال البيض كيفاش جات طالعه ومهويه. هنا البنات بالنسبه للبنات المبتدئات كنقول لكم ديروا الدقيق على 3 دفعات، فهنايا غتقدوا الا كنتو محترفين كديروا الا فوا كلشي الدقيق وكتخليوه في الباطور وكيبقى لكم مهوي ما تخافوش. ولكن بالنسبه للبنات المبتدئات كنقول لكم لا، ضروري ديروا هذه العمليه، ديروا الدقيق على 3 دفعات وانتم كديروا نص دائره، فهو مهمه القضيه باش ما يطيحش لكم داك البيض اللي طلعتوه، كديروا اشكال 8 وضروره ومهمه. صدقوني هاد لاجينواز كتجي معتمده عندي، كنستعملها جميع لاجينوازات، كتجي زوينه وخفيفه، وكل ما دق عندكم هاد لا بيسكوي كتجي فغوله كتجي فبنه. فحاولت نزلت لكم وصفه لبعض المتتبعات، ما بغاونيش ندخل الاسم ديالهم، فكنقول لكم ها هي الوصفه. هاد لاجينواز اعتمدوها او ميم طون حتى لاموس اعتمدتها لكم عاديه، ولكن صدقوني بنينه بنينه بزاف. وكما قلت لكم هذه اصلا هاد الحلوه مصيباها البنت صاحبتي نوره، وكنقول لك سنه سعيده مروه، تدخل لك في الصحه والسلامه. وكما قلت لكم اعتمدوها راه كتكون مهمه، وان شاء الله غادي ننزل لكم كاطو كلاسي راقيه ان شاء الله اونترومي، غادي ننزلها لكم بعد هاد لا فيديو ان شاء الله. كما قلت لكم انا دائما تحت طلبكم كنزل لكم حاجات عاديين وحاجات اللي كيكونوا بروفيسيونيل. هنا كما كتشوفوا معايا حبيباتي هذا هو الخليط كيجي لي البنات، خصو يجيكم على هذا الشكل هذا، ما تلقاوش كاع حبوب ديال الدقيق. هنا لابلاك ديالي سرحت فيها ورق المطبخ، هنا لابلاك اللي استعملت البنات فيها 37 على 44، وعندي الاخرى ديال الضو حتى هي بجوج مفرانات عندي ديال الضو، اخرى فيها 37 على 40. هنا لاجينواز البنات كندخلها في على 180 درجه من الفوق ومن التحت 10 دقائق، وكانت في الفران كتشعلوا هنا قبل البنات، لا ماشي بحال هكا. هنا خاصكم هذا هو اللون تخرجوا تحصلوا عليه، الا بان لكم من جناب احمر صافي خرجوه. هنا كي كتشوفوها كنستعمل دابا هاد الكريمه حتى هي بحال هولا لافنه، كدير السيترو ب 18 درهم اقتصاديه، خديتها من مرجان وخديت جبلي. هنا بالعاني اعتمدت باش نوريكم الماشيه اللي استعملت فيها في الكريمه، وبغيت نوريكم بشحال كطلع هاد 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 الحلوه، يعني جد اقتصاديه. وهنا كما قلت لكم فتحت عادي طلب المتتبعات بغاو شي حاجه اقتصاديه، ولكن صدقوني راه كتجي بنينه بنينه زعما، ماشي تقول اقتصاديه، راه كتجي بنينه صدقوني. انا هادي الكريمه كتجي ما كاينش اللي ما كيدوقاش عندي وكتعجبو، واستعملت حتى الحلوه الاستاذ ولدي حتى هي كتعجبات فوري نوار. وهنا هادي لاجينواز ديالي كتجي اسفنجيه، شوفوا كيفاش كيجي اللون ديالها ذهبي، كما قلت لكم كتبان لكم من الجناب ولات دوغي، صافي عرفوها راه طابت. وضروري البنات في لاجينواز كنشعلوا الفران. هنا قسمتها على جوج ودرتها في المول، وهنا هو السيرو ديالي المعتمد عندي اللي كندير فيه جوج كيسان ديال الموكاس ديال السكر سنيده، وكندير السيترون، وصافي ملي كنديرو في القريعه وكنبدا نسقي. وهانتوما مع لا فيديو.
كي ما كتشوفوا معايا حبيباتي، هذا هو الكلاصات مرحلة أخيرة. وجيت هو بسيط، في جوج معالق ديال النشا، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، ست الشوكولاته البيضين، كاس الماء ديال العنبه، وعندي هنايا كما كتشوفوا معايا حامضه عطاتني داك الشكل، وهادي 50 غرام ديال الفلون فاني، هذا هو اللي استعملت عندنا ديك 4 درهم كبير. وعندي نكهه الحامض ومن الطوملون، وضعت الكل فوق البوطه من غير الشوكولات وبهلقه ديال الزبده نخليهم من الاخير. نزيد هنايا داك المنقيه ومن الطوملون ديال الحامض، وهذه لا التورته ديالي جبتها من الكونجيلاتور دي موليتها. هنا صافي هو الكلاصاج ديالي باقي سخون، كنحطو فوق من الوجه ديال، وغادي نايطاليه. وهانتوما معايا وهنا كما كتشوفوا معايا حبيباتي، حاولت نتزوق عادي هنا، شد لقيت راسي ما شدرش الكاميرا، خديت شوكولا عاديه دوبته، شوكولا ممتاز الصراحه باش كيكتب لكم زوين وكيبقى بحال هكا. كتبت سنه سعيده مروه، وحاولت زوقتهم هادو، شريتهم هاد العيبات، وكنتمنى ليها سنه سعيده بالصحه والسلامه. جا الصراحه رائع الكلاصاج، حاولت كما قلت لكم زوقتها بشكل عادي، وباقا ما كملتش لا فينيسيون، لانني الكريمه اللي بقات لي زوقت بها، وهنا راه تمسح لي شويه مجنه، وغنعاودو ان شاء الله وغنزيد شويه لي بيير. وكما قلت لكم حاولت الزواق نديرو عادي باش اي وحده تزعم تشريها. صدقوني مشيت لاسواق كبرى، قسما بالله ضرني خاطري، شفت شي وحدين ما هما حتى بكريمه الزبده، عرفتي يدير لهم ثمن غالي البنات، 100 درهم 89 درهم، وما كتستحقش داك الثمن. وهذه والله العظيم ماشي انا مصايباها، مذاق ولا الشكل غادي تعجبكم الا صايبتوها في ديوركم، احسن لكم ما تشريوها بواحد الثمن يضحكوا عليكم. كنتمنى لك مروه سنه سعيده، وكنتمنى البنات ما تبخلوش يعمل لي لايك ولا اشتراك، وكما ما كنبخلش عليكم بالطلبات ديالكم، حتى نتوما ما تبخلوش عليا من لايك والاشتراك والبارطاج. احبكم في الله، وانتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.